يا مساء الفل على كل متابعي كوره بلس في كل مكان. متابعتنا معاكم مستمره من مهرجان العالمين النسخه الثانيه اللي بتقام خلال الفتره من 11 يوليو وحتى 30 اغسطس خلال اغسطس المقبل. طبعا خلال الفتره الحاليه بتقام العديد من الفعاليات والعديد من الانشطه. طبعا منذ قليل انتهى هنا حفل الكينج محمد منير واللي شهد حضور الالاف طبعا، وكان الحفل يعني في العديد من الفقرات، وكان قبل بدايه الحفل اغنيه خاصه من الفنانه دينا الوديدي واللي كان فيها تحيه خاصه للشعب الفلسطيني طبعا، اللي قررت اداره المهرجان في تخصيص اداره مهرجان العالمين قررت طبعا تخصيص 60% من ارباح مهرجان العالمين النسخه الثانيه الى اهالينا في فلسطين. وطبعا شهد دعم كبير جدا النهارده في حفل دينا الوديدي اللي كان فيها اكثر من اغنيه للشعب الفلسطيني وبعض الرقصات طبعا الخاصه بالفن وبالفلكلور الفلسطيني. طبعا بعد كده اقيمت الحفل الرئيسي اليوم والحفل الخاص بالكينج محمد منير واللي شهد الحضور العديد من الفئات من المجتمع، من طبعا من الشباب الصغير والكبار والعديد من العائلات، والجميع كان مستمتع بالاجواء هنا في العالمين في وسط اجواء رائعه على سواحل البحر الابيض المتوسط وفي مدينه العالمين الجديده اللي بتمتلك العديد طبعا من المنشات ومن البنيه التحتيه الجباره العظيمه اللي بتؤكد طبعا قيمه وقوه الدوله الحديثه ومصر الجديده في العالمين الجديدة هنا من مدينة الألغام إلى مدينة المستقبل، مدينة السحر والجمال، أحد أفضل الشواطئ في العالم ووجهة سياحية كبيرة تستحق الإشادة والجميع يشيد بها هنا. وكل الوفود طبعا كانت مروحة فرحانة وسعيدة بعد أولى الحفلات وتاني الأيام في مهرجان العالمين النسخة الثانية منه طبعا اللي بتقام تحت تنظيم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. طبعا متابعتنا هتكون مستمرة معاكم لكافة الأحداث وكافة الأنشطة والفعاليات اللي بتقام على مدار مهرجان العالمين بالنسخة الثانية ليه إن شاء الله، وخليكم معانا دايما وما تفوتش لعبة على كورة بلس.